حياكم الله. بظل الاعتماد الكبير على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات، يواجه العراق تحديات كبيرة وكثيرة في سعيه نحو تنويع مصادر دخله الاقتصادي. هذا الاعتماد المفرط يجعل الاقتصاد العراقي هشاً أمام تقلبات أسعار النفط العالمية، ويؤدي بالتالي إلى تكرار الأزمات المالية. ورغم ثراء أرضه وتاريخه العريق في الزراعة والصناعة، تتطلب اليوم التحديات الاقتصادية والإصرار على الاستدامة، إعادة إحياء هذين القطاعين الحيويين. فتفعيل الصناعة والزراعة ليس فقط خطوة نحو التنويع الاقتصادي، بل هو عودة إلى جذور الهوية العراقية التي طالما تغنت بأراضيها الخصبة ومهاراتها الصناعية. فستشهد الأيام المقبلة نهوضاً شاملاً يقود العراق نحو مستقبل أكثر توازناً وازدهاراً، أم ماذا بالضبط؟ للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا الأستاذ علاء الفهد الخبير الاقتصادي، سيكون ضيفي هنا في الاستوديو. حياكم الله. وجه تحية لكم ومشاهدي قناة الأيام، عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى أيام عاشوراء الحرام. عظم الله لك الأجر وأحسن لك العزاء. بداية نتحدث عن برنامج حكومة السيد السوداني، شدد على الواقع الاقتصادي، لكن مثل ما حضرتك تعرف أنه اقتصادنا يعتمد على النفط. تمام. طيب وين الصناعة وين الزراعة من هذه الخطة الحكومية أو هذا البرنامج الحكومي؟ طبعا أي إصلاحات اقتصادية لأي قطاع معين لا يمكن أن تأتي بثمارها خلال فترة قصيرة أو فترة وجيزة. كل تنفيذ خطة استراتيجية أو إصلاحية تحتاج إلى فترة من الزمن لقطف هذه الثمار. نتحدث عن عام 2024 تحديدا، لهذه الأشهر الأولى من العام النصف الأول هناك ارتفاع في الإيرادات غير النفطية وصلت إلى 11% لغاية نهاية شهر آيار، بحيث أنه هذه الإيرادات وصلت إلى 15 تريليون دينار عراقي من إجمالي الموازنة، هي طبعا دون المخطط، المخطط أنه تصل إلى 27 تريليون. هاي الإيرادات من وين جتي؟ الإيرادات الضريبية والجمركية، هاي من القطاعات الأخرى الغير نفطية. لكن نتحدث عن قطاع الصناعة وقطاع الزراعة، هذه القطاعات المهمة التي يمكن أن تغير بواقع الاقتصاد العراقي وأن تكون هناك فعلا إصلاحات حقيقية. اليوم وفق الموسم الزراعي أن هناك اكتفاء ذاتي من محصول الحنطة، وهناك جهود من وزارة الزراعة وأيضا من رئاسة الوزراء من أجل إعطاء أهمية لهذا القطاع، بالإضافة إلى تشغيل القطاع الصناعي. هناك خطة حكومية موضوعة وموجودة، وأيضا هناك رؤية مستقبلية أن تكون هناك نهضة للقطاع الصناعي عن طريق عقود المشاركة بين القطاعين العام والخاص. هناك اهتمام مباشر مهم من قبل السيد رئيس الوزراء السيد السوداني والكابينة الوزارية وكل الموجودين أنه يكون توجه حكومي نحو عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص. الخطط ما بها مشكلة، البرنامج الحكومي ما بها مشكلة، لكن وين الخطوات الأساسية اللي خلتها الحكومة العراقية حتى تبدي بهذا النشاط؟ نعم، هناك لجان متخصصة تعمل على أولا بالدرجة الأساسية تشريع قانون مهم ويلائم الوضع في العراق. احنا اليوم لا يمكن ان نستنسخ تجربه او ناتي بمسوده قانون لا يمكن ان تعمل بالبيئه العراقيه او تتعارض مع قوانين اخرى. اولا تهيئه البيئه التشريعيه ودراسه الواقع الحالي، ويعني طبعا تشاهدون انتم اليوم خير دليل انه توجه الحكومه نحو تنميه القطاعات الاخرى كقطاع النقل، الاهتمام بطريق التنميه وطريق الفاو، واليوم كان بفضل الله توقيع
مذكرة مع شركة استشارية، شركة أوليفر، لتقديم الدراسات الاستشارية لمشروع طريق التنمية. نلاحظ أن هناك اهتمام حكومي بالإصلاح الاقتصادي، والإصلاح الاقتصادي لا يمكن أن يتم في ظل قطاع اشتراكي، تحكم الدولة بكافة المفاصل وترك القطاع الخاص. ولا يمكن أن ننتقل من قطاع اشتراكي إلى قطاع رأس مالي قطاع خاص نقلة واحدة، نحتاج إلى مرحلة انتقالية عن طريق عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص. أنت قلت مشكلتنا الآن تشريعية، يعني شو يحتاج الاقتصاد العراقي إلى تشريعات جديدة حتى ينهض من جديد؟ نعم، أولا تشريع قانون مهم للشراكة، للمشاركة بين القطاعين العام والخاص، يحدد الشراكة. أيضا قانون الاستثمار يفعل بشكل صحيح اللي يخدم المشاريع الاستثمارية التنموية، وأيضا إلغاء كل قانون وقرار يتعارض مع عقود الشراكة أو يعطي دور للقطاع الخاص. مع الأسف كانت هناك مادة في الموازنة تم رفعها خلال السنوات السابقة تجيز للحكومة التعاقد مع شركات المشاركة مع القطاع الخاص. اليوم يعني المواطن الكريم يعلم أن هناك الكثير من المشاريع الحكومية معطلة، مصانع حكومية متعطلة منذ عقود، وعدم الاهتمام بها وتغيير خطوطها الإنتاجية. إعادة هذه الصناعة إلى الواجهة من جديد تحتاج إلى مشاركة القطاع الخاص الفاعل والحقيقي، سواء كان محلي أو أجنبي، يمكن أن يسهم بتحقيق التنمية الاقتصادية. وللسيد رئيس الوزراء بحكم عمله السابق كوزير للصناعة وتقلد أكثر من منصب، لديه رؤية عن أهمية القطاع الخاص ودوره بتحقيق التنمية وأهمية الإصلاح الاقتصادي، وأن لا تكون الحكومة هي راعية لجميع القطاعات، بينما يكون دور الحكومة هو خلق فرص العمل وإعطاء مجال للاستثمار وتنشيط القطاعات الأخرى كالقطاع الصناعي والزراعي. هذا كل الكلام متفق عليه اقتصاديا، يعني نعم، من حيث ما تتفضل به، لكن سؤال لحضرتك، هل رأى النور على أرض الواقع؟ نعم، هناك خطوات فعلية، هناك يعني أنا ذكرت في بداية الحديث هناك إجراءات وهناك فرق مشكلة في الهيئة الاستشارية في مكتب رئيس الوزراء لدراسة القوانين المعنية بالاقتصاد. يعني حتى الآن دراسة بعد. لا، الآن بدت الواقع الفعلي، بدت هناك مشاريع ترى النور، مشاريع بناء المدارس، مشاريع إدارة شركات معينة كمشروع شركات الإسمنت وأيضا شركات الأدوية. هناك دراسة لتشغيل، وأيضا بدت خطوات فعلية لتحقيق شراكة مع القطاع الخاص. أيضا مسألة الكهرباء، كان في الأسبوع السابق دعوة من قبل رئاسة الوزراء للقطاع الخاص إلى المشاركة والاستثمار في مجال توفير الطاقة الكهربائية. نعم. بيئتنا اليوم طاردة لو جاذبة، يعني سابقا ما كان عندنا استقرار أمني، اليوم عندنا استقرار أمني. نعم. سابقا ما كان أكو توجه عالمي نحو الاستثمار بالعراق، اليوم أكو هذا التوجه، بيئتنا طاردة لو جاذبة. وبصراحة أستاذ علاء، بصراحة إحنا يعني بهذه الحكومة هناك تشجيع للاستثمار ورؤية الاقتصاد والإصلاح الاقتصادي، كون أن الحكومة تعمل وفق هذه الرؤية. هناك جذب لشركات محلية وعالمية، خصوصا مثلا على سبيل المثال مشروع مترو بغداد والمشاريع اللي دا تحدث الآن، فك الاختناقات وبناء الجسور، كلها بمشاركة القطاع الخاص. هذا دليل أنه هناك بيئة ورؤية. والسيد رئيس الوزراء أيضا أعطى اهتمام للشركات اللي تنجز المشاريع، يعطيها تشجيع لمشاريع أخرى. ما دام أنه هناك تحجيم للفساد، بكل صراحة ما دام هناك تحجيم للفساد وتقليصه، كان هو العائق الأكبر بجذب الاستثمارات إلى العراق. اليوم البيئة مواتية والبيئة جاذبة، والدليل أن هناك تحرك عالمي عندما تم الإعلان عن طريق التنمية، أكثر من 10 إلى 11 دولة أبدت استعدادها للدخول والمشاركة. اليوم ميناء الفاو وإدارته، أيضا هناك توجه عالمي لإدارة هذا الميناء. المستشفيات اللي تم إكمالها، اللي أكملت إنجازها الشركات التركية، المستشفيات التركية 400 سرير، هناك رؤية لإعطاء القطاع الخاص بإدارة هذه المستشفيات. قانون الاستثمار العراقي يساعد على جذب الاستثمار إلى العراق؟ قانون الاستثمار من أفضل القوانين في المنطقة، لكن يحتاج إلى متابعة ومحددات وتوجه، أن نوجه بوصلة الاستثمار. يعني في عهد السيد حكومة السيد السوداني هناك مشاريع استثمارية تنموية في قطاع السكن، وهناك مشاريع كبيرة جداً
لمشروع طريق التنمية، مشاريع أخرى يمكن أن يكون للاستثمار دور بها. إذا شغلنا هذا القانون وفق البيئة العراقية وبعدنا عن حالات الفساد، وأيضا كانت هناك مراقبة، يعني هي دعوة من خلال منبركم أنه يتم مراقبة المشاريع الاستثمارية وبيع الوحدات السكنية، أيضا هناك تفعيل لمجلس المنافسة ومنع الاحتكار. هذا المجلس اللي شكل حديثا، هذا المجلس مهم جدا لمراقبة مسألة المنافسة ومنع الاحتكارات. طيب أنت قلت لي الوحدات السكنية اللي جاي تبنى هسه اللي انبنت وهي بالآلاف، هذه للمواطن الفقير، الأسعار ما تتناسب ويا دخل المواطن. نعم، هذا ما يعني نبحثه اليوم في ظل المنافسة ومنع الاحتكار، أن يكون هناك تحديد من قبل هيئة الاستثمار الوطنية لسعر البيع، مثل ما اليوم أعلنت مدينة علي الوردي والمدن السكنية الأخرى، حدد سعر المتر اللي يبيع به للمواطن وفتح باب الاستثمار. وهذا طبعا كان يجب أن يحدث منذ سنوات، لأن اليوم المجمعات السكنية سعر المتر في هذا المجمع 900 ألف. هذا شوفه أنت كوجهة نظر اقتصادية مناسب للمواطن؟ إذا في ظل اليوم الارتفاع الأسعار اللي موجود وأسعار المتر اللي موجود في بغداد، هو مناسب إذا كان يحظى بخدمة عالية جدا، بطراز بناء حديث جدا، السعر يكون مناسب ومشجع. مع أنت خليت مقارنة ويا أسعار خيالية. نعم، يعني شو 350 ألف دولار، يعني مع هذا السعر بمفاوضات السيد رئيس الوزراء مع الشركات المستثمرة قدر يحصل على 15% من قيمة هذه المجمعات السكنية، توزع لأصحاب الدخل المعدم أو المشمولين بشبكة الحماية أو الشهداء. هذا طبعا بحد ذاته هو قدرة تفاوضية مع المستثمر من أجل خدمة الطبقات الفقيرة. طيب حضرتك قلت لي أكثر من 15 تريليون دخلت بسبب تنويع المصادر. نعم. وقلت لي ضريبة وقمارك. نعم. زي المنافذ الحدودية كلهم سيطر عليها الدولة العراقية، لو أكو ضمنها تهريب، أكو ضمنها فساد؟ يعني نتحدث بصراحة، في ظل تطبيق الأتمتة والبوابة الإلكترونية هناك سيطرة على مسألة المنافذ. تبقى بس مسألة إقليم كردستان، منافذ إقليم كردستان، هناك مباحثات بين الحكومة والحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان من أجل تسليم هذه الإيرادات. هناك منافذ غير رسمية موجودة في إقليم كردستان، هذا تم التباحث عليها والسيطرة عليها، خصوصا أن هناك حركة تهريب في العراق. دائما نشهد أن هناك تهريب للمخدرات وتهريب للعملة والأدوية الغير مرخصة. هناك جهود حكومية لتقليص هذه الحالات والسيطرة عليها، ويأتي ذلك ضمن الإصلاح المنشود من قبل حكومة السيد السوداني. لكن هذه المنافذ الحدودية حتى الحكومة العراقية ما تعرف عددها ايش قد. هذا في إقليم كردستان. هذا في إقليم كردستان. نعم، هناك. طيب يعني ماذا سوى ثغرة كبيرة؟ ليش البصرة مشددين الإجراءات الأمنية بها فيما يتعلق بالمنافذ الحدودية؟ ليش إقليم كردستان البضاعة تدخل تهريب وتغزو الأسواق العراقية؟ يعني هذا من الملفات المطروحة لتحديد العلاقة بين المركز والإقليم، وتحديد مسألة الصلاحيات، مسألة المنافذ والسيطرة عليها، المنافذ الجمركية والمنافذ الحدودية. هذا اليوم المنافذ تشكل خطر أيضا حتى على إقليم كردستان، كونها تهرب المخدرات والكريستال، وأيضا حتى تجارة البشر. اليوم الكثير من العاملين الأجانب اللي داخلين في العراق هم عبر منافذ إقليم كردستان وبشكل غير رسمي وغير أصولي، وصل أعدادهم أكثر من 1 مليون عامل. المسجلين يعني ما يتجاوز اليوم في وزارة العمل سوى 350 ألف، فهناك حالات تجاوز ربما تشكل حتى من الجانب الأمني تشكل مشكلة لإقليم كردستان. هل من يعقل أنه إقليم كردستان بقوة جهاز الأمني ممكن يدخلون هذول تجارة الأعضاء، تجارة المخدرات بدون ضبط؟ احنا ما دام هناك منافذ غير رسميه، والمنافذ الغير رسميه تابعه لبعض سلطات الدوله. نعم، هذا هو بحد ذاته يشكل حاله من عدم السيطره. أي؟ يعني خصوصا انه العراق مجاور لتركيا وايران وايضا سوريا، وهناك حتى مساله الارهاب اللي دخل، هو دخل عبر المنافذ الحدوديه خلال فتره داعش، وهذا كله يشكل خطر من الجانب الأمني. محاولة الحكومة المركزية للسيطرة على هذه المنافذ تكون إدارتها إدارة واحدة وفق بوابات إلكترونية سيحد من الخطر، وأيضا يأتي بفائدة اقتصادية. المطارات شقد من الممكن أن تدخل دخل لإيرادات الدولة؟ إذا حسبنا
حركة الطيران للسفر غير الترانزيت. من مؤمل أن العراق يدخل في مجال الطيران في مجال خدمة الترانزيت بعد إكمال طريق التنمية وإكمال ميناء الفاو، وأن يكون بلد رابط في حالة الترانزيت سيكون لها تأثير كبير جدا، وأن يأخذ العراق دوره كموقع جغرافي للنقل بين الشرق والغرب. ربما إذا كان هناك نحتاج هذا المطارات تحتاج إلى بنى تحتية، تحتاج إلى تطوير، خصوصا أن هناك عقود مع شركات لتطوير المطارات بحيث تكون بمستوى استقبال رحلات متعددة ورحلات كبيرة جدا، ربما يعني لا يقل إيراداتها أهمية عن الإيرادات النفطية. أيضا قطاع آخر ستحب أشير إليه هو قطاع الاتصالات. هذا القطاع المغيب اللي يمكن أن يأتي بإيرادات مهمة جدا، خصوصا اليوم الكل يستخدم خدمة الانترنت والهاتف الجوال، يمكن أن تأتي هذا القطاع يأتي بإيرادات أيضا لا تقل أهمية عن الإيرادات النفطية. أستاذ علاء، والله المواطن احتار. هسه أنت عندك أسس صناعة وعندك أسس زراعة وعندك موارد اتصالات وعندك موارد جمارك وعندك موارد ضريبة وعندك وعندك وعندك، والاقتصاد العراقي شبه تعبان. زين وين المشكلة اليوم؟ عندنا سوء تخطيط. خلينا نكون صريحين، العراق هو أنا أريد أكون صريحة يعني في هذا الموضوع. الاقتصاد العراقي مو شبه تعبان، الاقتصاد اللي يوصل إيراداته وموازنته تعبر 200 تريليون، تعادل موازنة 6 إلى 7 دول بالمنطقة، هذا اقتصاد قوي، اقتصاد يمتلك إيرادات ويمتلك، لكن المشكلة في إدارة هذه الإيرادات وإنفاقها والمشاريع الاستثمارية. اليوم تشكل المشاريع الاستثمارية، العراق يحتاج إلى الكثير من البنى التحتية والمشاريع الكبيرة جدا، لأن طوال هذه السنوات السابقة، سنوات الحروب والحصار الاقتصادي ووجود داعش أثر بشكل كبير على الاستثمار. نعم، لكن طبعا عندك هذا 200 الرقم اللي هسه انت حضرتك ذكرته، هذا مهدد لأن هائك تقلبات بأسعار سوق النفط. يعني إذا نزلت أسعار النفط، العراق لا عنده زراعة، لا عنده صناعة، لا عنده أسس رصينة حتى تدعم الاقتصاد. أتفق العراق. أتفق، يعني هي هسه مسألة الصناعة التحويلية اليوم، حتى صناعة المشتقات النفطية كنا في سابق العهد نصدر النفط الخام ونستورد المشتقات النفطية. اليوم هناك رؤية الحكومة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في نهاية هذا العام، نكتفي من البنزين والغاز بحيث ما نستورد من الخارج. أيضا استثمار الغاز المصاحب والغاز الطبيعي اللي كان يحرق في السابق، اليوم هناك رؤية باستثمار هذا الغاز يكون العراق من البلدان المصدرة للغاز. هذه الفرصة لا يمكن أن تعوض بسبب اليوم نقص امدادات الغاز من روسيا، يجب ان نستغل هذه الاستثمارات ويكون لنا دور في مجال انتاج الغاز عالميا. ليش الاقتصاد العراقي متقلب؟ ليش يومية دولار بسعر وهذا يؤثر على الاسواق بشكل مباشر؟ طبعا لا يوجد تقلبات بشكل رسمي، ما موجود اليوم من تقلبات هي تمثل مضاربات ولناس يعملون بتجارة العملة، اما كبنك مركزي اعلن باكثر من مناسبة انه يغطي جميع التجارة الخارجية ومحافظ على سعر الصرف ولديه احتياطيات وايضا محافظ على نسب التضخم. هنا المشكلة. نعم. لما انت عندك السوق السوداء وعندك البنك المركزي والفرق بيناتهم كلش كبير. نعم، هذا المضاربين اللي عنده سيارة يبيعها لك ما راح يبيع لك اياها بسعر البنك المركزي، راح يبيع لك اياها بسعر السوق الاسود. زين، في هذه الحالة المواطن وين راح ينطي وجهه؟ اكو فرق كبير جدا. نعم، هذا يعني حتى معالجات الحكومة انه ما يتم التعامل بالدولار خصوصا في بيع العقارات وبيع السيارات في الداخل، وايضا دعمت مساله الاستيراد، حتى استيراد السيارات اليوم يتم تغطيه المبالغ اللي بالدولار عن طريق البنك المركزي. البنك المركزي لديه جهود، خصوصا انه بعد 14 تموز سيتم بيع الدولار للمسافرين في داخل المطارات، هذا يحد بجزء كبير من حالات التلاعب وحالات التهريب. يعني خلينا نتحدث بصراحة، اليوم الطلب على الدولار في السوق السوداء لا يمثل طلبا محليا، هو يمثل طلب خارجي للتهريب، لأن كل الطلب المحلي اليوم اللي على الدولار البنك المركزي مغطيه، سواء كان تجارة أو لأغراض السفر كلها يغطيها البنك المركزي. أي طلب خارجي يمثل طلبا لسوق سوداء، ويمثل لي أيضا لاستيراد بضائع ممنوعة كتجارة المخدرات والبضائع التي تدخل إلى العراق بشكل غير رسمي لا يمكن أن تدخل عبر المنصة الإلكترونية. زين، عندما يرتفع الدولار ليش مباشرة يتأثر السوق العراقية؟ يعني عندك بعض المواد مباشرة يرتفع سعرها. يعني هذا مع الأسف هي من التجار وأصحاب النفوس الضعيفة، أنه هو حصل على الدولار بالسعر الرسمي في الاستيراد، لكن عندما يبيع بالمفرد
يتم احتساب التجزئة والمفرد على سعر السوق، وهذا يؤثر على قوة المواطن. هذا ما مسؤول عليه البنك المركزي لوحده، أيضا كل الأجهزة الأمنية اليوم مسؤولة على مراقبة السوق ومراقبة البيع، والتاجر اللي يبيع بسعر آخر يجب أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقه. زين وين الدولة عن هذول؟ ليش التاجر اليوم وكيف يخلي الأسعار اللي هو يريد يحسب ساعة بالسوق السوداء، ساعة يحسب بسعر الصرف الرئيسي من البنك المركزي؟ طيب وين؟ يعني إذا قلنا مثلا يمكن أن تكون الدولة تدخل للسوق كمنافس وكبائع كوزارة التجارة في حالة أنه تتحكم بالأسعار، هذا وارد أيضا ومطروح للتداول بحيث تكون الدولة جزء من التجارة، وهذا طبعا مطروح العمل به. وأيضا مسألة مراقبة الأسعار باعتبار أنه العراق يؤمن باقتصاد السوق والمنافسة، فمتروك تحديد الأسعار للعرض والطلب، وهذا طبعا يمكن أن يتم معالجته من خلال اللوائح السعرية، وأيضا مثل ما ذكرت أنه مجلس المنافسة ومنع الاحتكار لحماية المستهلك وحماية المواطن البسيط من تقلبات الأسعار، خصوصا أنه المواد الأساسية الغذائية اللي تمس قوت المواطن يتم الاستيراد إلها وفق السعر الرسمي، فيجب محاسبة من يخالف السعر. خليني أكون وياك صريحة للغاية، عندك قطاع الزراعة اليوم قطاع مهمل مربك، ماكو فت خطط أنت تعرف إيش راح تسوي بعد 10 سنين، أكو غياب الخطط الاستراتيجية للقطاع الزراعي في العراق، منو يتحمل المسؤولية اليوم؟ يعني القطاع الزراعي لا يمكن أن يعمل بمعزل عن القطاعات الأخرى، يعني هجرة الفلاح من الريف إلى المدينة وهجرة الأرض هذا إلى دور، مسألة توفر المياه وتوفر البنى التحتية. والفلاح ليش هاجر غير من وراء الضيم؟ نعم. لاكو مي، لاكو تعليم، نعم، لاكو كهرباء، نعم. لكن كان شباقي في أرض قاحلة يعني أروح للمدينة أحسن. يعني إذا كان اهتمام حكومي بمنح قروض للمزارعين ومنح مرشات حديثة، وهناك إجراءات، لكن هذه الإجراءات مع الأسف لا يسلط عليها الإعلام. يعني اليوم من نحقق اكتفاء ذاتي بمحصول الحنطة، هذا أمن غذائي، هذا إنجاز مهم جداً، أن نحاول أنه أن نحقق اكتفاء ذاتي في محاصيل أخرى هذا إنجاز، أن تكون هناك صناعات تحويلية تعتمد على الإنتاج الزراعي هذا مهم جدا، لكن يحتاج إلى تنظيم، يحتاج إلى إعادة نظر. شو وقت التنظيم أستاذ علاء؟ شو وقت التنظيم؟ اليوم بعدهم البعض يسقي بي 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 بالطرق القديمة، يستهلك كل المياه على طرق سقي قديمة. نعم، لكن اليوم احنا نحتاج إلى خطط حقيقية. أريد أسألك كخبير اقتصادي، بعد 10 سنوات وين نشوف القطاع الزراعي في العراق؟ وين الخطط المستقبلية؟ يعني باستيراد المرشات واستخدام الطرق الحديثة للري يمكن أن العراق يكون يعيد مكانته كقطاع زراعي كأرض سواد وبلاد الرافدين. شلون راح تتغلب على هاي النقطة؟ هناك ثروة، العراق يمتلك مياه جوفية بنسبة كبيرة جدا، حتى في صحراء اليوم اللي موجودة الصحراء الغربية يمكن أن يزدهر بها القطاع الزراعي. العراق لديه خيرات كثيرة جدا، لكن تحتاج المسألة إلى تنظيم ومسألة صبر بحيث يكون فعلا هناك إجراءات حقيقية الكل يسهم بنجاح. هي المشكلة هسه حتى أنت من تروح للسوق العراقي، المخضر العراقي أغلى بكثير من المخضر المستورد، مرغوب زين أنت تقول للمستهلك يا أخي لا تجي تشتري المنتج العراقي، خلنا أحكيك إياها بصراحة. لا ليش إحنا نسأل ليش السعر أعلى؟ ليه؟ في جودة وفيه رغبة، حتى المحاصيل الزراعية العراقية تهرب إلى الخارج لأنها مطلوبة. هذه الثروة السمكية اليوم الموجودة في الأنهر وفي الأهوار، هناك حركة كبيرة جدا إلى تجارة إلى الخليج أو تهريبها إلى الخليج. وين الدور العراقي؟ يعني هسه حضرتك أريد أسألك، هل سعر كيلو السمك في العراق هو منطقي؟ يعني بسعر يعني أنا أشوفه بسيط جدا، يعني مناسب بسيط. يعني إذا يوصل الكيلو إلى 5 أو 4000 أو 6، وأحيانا يوصل إلى 9 ويوصل إلى 10. نعم، لأن أكو توقف ضد جزء من البحيرات، وأيضا هناك ارتفاع بأسعار الأعلاف، لكن هناك إنتاج، ما ننكر أنه اليوم الإنتاج متوفر سواء ثروة سمكية أو دواجن وغيرها، إنتاج العراقي موجود. إنتاج متوفر مدى يوصل للمواطن؟ خلينا ننظر بإيجابية، خلينا ننظر للنصف المليان، أنه هناك عمل، لكن هناك زيادة في السكان. اليوم العراق سكانه مو مثل سكان الثمانينات، احنا أكثر من 40 مليون نحتاج إلى غذاء بكميات كبيرة جدا، الإنتاج المحلي لا يغطي جميع الطلب، لذلك هناك رزنامة زراعية لدى وزارة الزراعة في مسألة الاستيرادات في موسم اللي يكون بوفرة بالإنتاج الزراعي،
يتم إيقاف الاستيراد وبالعكس أيضا. بصراحة إحنا عندنا هواي موارد بس عندنا سوء تخطيط، لأن هسه حسب ما أفهم من حضرتك إحنا عندنا كل الإمكانات. نعم. بس عندنا سوء إدارة تخطيط. إدارة وتنظيم، مسألة تنظيم مجرد تنظيمها بشكل بسيط، حتى مسألة الاستهلاك اليوم حتى إحنا في استهلاكنا إحنا غير منظمين على مستوى العائلة، على مستوى الاستهلاك، على مستويات كبيرة جدا. زين. لذلك إنه نحتاج إلى تنظيم، كل تنظيم مع وجود إرادة للتغيير، مع وجود اليوم العراق يمتلك الكثير من مقومات النهوض الاقتصادي، العراق ينظر له بنظرة البلدان الغنية التي تمتلك خيرات وتمتلك محاصيل زراعية يمكن أن تنتج في العراق. لكن العراق أحد الدول المتأثرة كثيرا بالتغير المناخي اليوم. نعم. عندك تصحر. حسب تقرير صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، العراق فيه نسبة نمو عالية جدا آخر تقرير، ومتوقع أن يكون العراق من الاقتصاديات المهمة جدا خلال الخمس سنوات القادمة على مستوى المنطقة. هذا فيما يتعلق بمجال النفط والقطاعات، كل القطاعات هناك يعني القطاعات. أول شيء العراق خرج من المنطقة الرمادية للاستثمار ودخل في منطقة الخضراء، والكل اليوم يسعى إلى الاستثمار في داخل العراق. أيضا هناك تطور في مجال القطاعات المنتجة، وهناك نلمس تطور في مجال إنشاء البنى التحتية. فهذا تقرير دولي يعني ما دخل به العراق نهائيا، أنه العراق من البلدان التي فيها تنمية وفيها نهوض اقتصادي، لكن يحتاج إلى مسألة تنظيم بحيث يمكن أن يلمس المواطن ثمار أي إصلاحات اقتصادية. كخبير اقتصادي بعد 10 سنوات وين نشوف العراق في القطاع الزراعي؟ إن شاء الله من البلدان المتقدمة نأمل. اليوم العراق لديه إمكانية. لا، نأمل، احنا كنا نأمل، أنا أأمل وحضرتك أتوقع بحسب المعطيات. حسب انت شلون تقراها بعد 10 سنوات؟ العراق سينهض اقتصاديا في حالة وجود حكومة مستقرة، نستفيد من هذا الوضع كحكومة السيد السوداني، هناك إجماع سياسي على وجودها، وأيضا هناك رؤية اقتصادية. إذا استمرت الحكومة بنفس هذا الجهد نتوقع العراق أن يكون من البلدان الاقتصادية المهمة في الوطن. حضرتك هسه أنت تفضلت بمشكلة خطيرة جدا، رهنت هذا التطور بحكومة، الحكومات تذهب لكن المفروض السياسات والخطط تبقى ثابتة. نعم، يعني مسألة إذا الحكومة هسه تبدلت يعني هذه الخطط كلها راح تروح؟ لا، نأمل أنه هذه الحكومة عندما تكمل أعمالها أن يأتي من يكمل. بس هاي ما صارت ولا حكومة. نأمل يعني هسه احنا خلينا نحلم، خلي العراق يحلم. احنا صارنا أكثر من 22 سنة نحلم. اليوم أكو خلينا نكون بصراحة، اليوم أي. المواطن دا يلمس أكو تغيير؟ اليوم أكو تغيير. لا، اليوم أكو تغيير. أكو تغيير، هذا التغيير لازم يجب نحافظ عليه ونديمه ونطوره بحيث أنه هاي مو احنا نحافظ عليه، مو حضرتك ولا أني ولا المواطن، هذا جهد حكومي، هذا نعم. جهد برلمان وطبقات سياسية. ربما هل اليوم الطبقات السياسية ستحافظ على هذا المنجز؟ إذا أرادت أن تنجح وأرادت للعراق النجاح وبر الأمان، يجب أن تحافظ على هذه المكتسبات وتطورها وتدعم أي خطط إصلاحية يمكن أن تنفذ على أرض الواقع. اليوم الطاقة الاقتصادية للفرد العراقي شلون نشوفها؟ قوية متوسطة ولا ضعيفة؟ لأن يعني اليوم بحسب بعض الناس، وأنا أقول لك رأي الشارع، يقول لك اليوم إحنا ما عندنا طبقة متوسطة، إما غنية جدا أو معدومة جدا. أنا أتحدث بتقارير آخر تقرير للبنك الدولي، صنف العراق ضمن البلدان متوسطة الدخل العالي. زين. كون انه اذا حسبنا حصص النفط او الموازنه على مجمل الانفاق وما تقوم به الدوله، هناك ارتفاع بمستويات الدخل، هناك يعني 65% من انفاق الدوله في الموازنه يذهب الى الرواتب والاجور، هذا بحد ذاته انه لكن نحتاج اقول لك الحاله مثاليه، لا مو مثاليه، نحتاج لعمل القطاع الخاص، نحتاج لمحاربه الفقر والبطاله، خصوصا انه هناك الكثير من العوائل اليوم هي تحت مستوى خط الفقر، نحتاج الى نقله اقتصاديه لتطوير القطاع الخاص وتنميته بحيث يقود عمليه التنميه. هل لا زلنا نحتاج الى السيطره على افه الفساد التي انهكت الاقتصاد العراقي؟ لو شويه تخطينا هذه النقطه. اكيد تخطينا هذه النقطه بمراحلها الاولى، واليوم هناك رؤيه تختلف عما كان موجود في السابق، اليوم رؤيه الاعمار والبناء وتغيير الواقع الحالي، هذا حتى على مستوى مجلس النواب بإقرار القوانين المهمة جدا والداعمة للإصلاح الاقتصادي، لأن وصلنا إلى مراحل ربما تذهب بالعراق بعيدا عن ما مخطط له أن يكون أن يأخذ دورة مستقبلا.
يعني هسه انت حضرتك تشوف الاقتصاد العراقي نحو التقدم او نحو التراجع؟ هذا تقارير دوليه تشير انه العراق. لا انا اريدك هسه كمواطن عراقي. انا كمواطن انه هناك نلمس تطور وهناك نمو وهناك اتجاهات معينه جدا مهمه جدا في المستقبل القريب. شكد استطعنا ان نتغلب على الفساد الذي انهك الدوله العراقيه في كل المقدرات؟ الفساد متجذر والفساد مستشري. إيقاف الهدر مثل إيقاف النزيف لمريض. اليوم إذا نجحنا بإيقاف النزيف ربما سننجح باستئصال الفساد خلال المراحل القادمة، وهذا طبعا مرهون بتعاون الجميع، مو بس الحكومة، كل الأجهزة اللي موجودة وأيضا كل السلطات تسهم بمحاربة ومكافحة الفساد. اليوم ماكو دولة ما خلينا نصير صريحين. يعني هسه احنا اليوم وقفنا النزيف، لو بعدنا نحاول نوقف النزيف. اكو يعني انكر واقول لك الحالة مثالية؟ لا، اكو حالات فساد، لكن اكو جهود، يعني الحجم كبير جدا والجهود اليوم جبارة من اجل محاربة الفساد. كل دول العالم اليوم فيها نسب فساد، حتى في الولايات المتحدة فيها، مو مثل العراق. لكن هناك مواجهة وهناك مكافحة للفساد، هيئة النزاهة لديها جهود، ديوان الرقابة، الحكومة اليوم الكل يعمل على مكافحة الفساد، لكن نحتاج إلى جهد أكبر ونحتاج إلى ثقافة محاربة الفساد. احنا حتى على مستوى مواطنين يجب أنه نحارب أي مقوم من مقاومات الفساد. نعم، شكرا جزيلا الخبير الاقتصادي الأستاذ علاء الفهد، شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به من هذه الإيضاحات. شكرا. ننتقل إلى ملفنا الثاني، إذ تشهد السجون العراقية اكتظاظا بعدد السجناء يتجاوز الطاقة الاستيعابية لها، ما ينبئ بحدوث انتهاكات متكررة تطال السجناء، ويطالب مراقبون بضرورة إنشاء مدن إصلاحية تضم السجون ومراكز الاحتجاز لتحسين أوضاع المدانين نظرا لقدم الأبنية التحتية الحالية وصغر مساحتها. الزميل شيبان سامي أعد لنا هذا التقرير لنتابع. ما خفي كان أعظم، قد تكون العبارة الأكثر ملائمة للحديث عن السجون العراقية بعد اكتظاظ طاقتها الاستيعابية بنسبة تجاوزت 300%، حيث سجلت على مدار السنوات الماضية انتهاكات كثيرة وخطيرة تتعلق بملفات الغذاء وحقوق الإنسان وانتشار الأمراض. ويأتي هذا التكدس بسبب قلة المدن الإصلاحية التي تسعى الحكومة على إنشائها في عدد من المحافظات. احنا صراحة السجون بالعراق ما بها اي حقوق انسان، ومع كل الاسف اكو دعاوي كيدية وناس انظلمت بها، فانا متأكد 50-60% ناس مظلومة. فياريت يعني الدولة، الحكومة، رئاسة الجمهورية، البرلمان يسوون قانون يعفون الناس الابرياء على الاقل. يعني هسه اقل مشكلة عد الناس يروح يسوي له دعوة كيدية يرتبها، يذب بالمقابل بالسجن ويتجرجر وياكله فترة طويلة تضيع من حياته. وهي هاي القضية، احنا نطالب البرلمان، نطالب رئاسة الجمهورية، نطالب الحكومة، وزارة العدل يعفون عن الناس الأبرياء، لأن اكو ناس أبرياء صراحة جاي توقع بالسجون. قانون العفو العام يواجه ترحيل الاتفاق الغائب ويعرقل إقراره في البرلمان بعد مضي عاما على عدم الاتفاق الكتل السياسية بشأن بعض فقرات القانون، منها تصنيف الإرهاب وتمييز من هو إرهابي عن غيره، ولم يتم إدراجه حتى الآن بسبب الخلافات السياسية. خلاف سياسي كبير يدفع ثمن السجناء اللي قسم منهم أبرياء، يمكن قسم منهم يحتاج إلى إعادة محاكمة، قسم ثالث يمكن حدث إصلاح لهم داخل السجن. تعرف أن السجن اليوم هو إصلاح أكثر ما هو عقوبة، يعني البعض مثلا اللي حكم 10 سنوات 15 سنة ممكن خلال سنتين 3 سنوات عرف خطأ وأصلح نفسه، أصلح من وضعه، أخلاقياته، سجله في السجن، يستحق أنه يعطى فرصة أخرى ويندمج بالمجتمع ويعود إلى حياته الطبيعية. لكن الخلافات السياسية هي اللي تمنع هذا إقرار هذا القانون. تضم ثلاثة أضعاف طاقتها الاستيعابية، كيف سيتمكن العراق من فك التكدس بالسجون بعد تجاوز عددهم إلى 30,000 سجين، خصوصا وأن أغلب البنى التحتية لهذه السجون قديمة جدا؟ من بغداد شيبان سامي، الأيام الفضائية.
محور حديثنا في ملفنا الثاني راح يكون مع الأستاذ أحمد العيبي المتحدث باسم وزارة العدل. حياك الله أستاذ أحمد. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم وبكل مشاهدي قناة. أهلا وسهلا بحضرتك. بداية نبدي من واقع السجون العراقية، شلون حضرتك تشوفها؟ حقيقة السجون العراقية تعاني من الاكتظاظ، والاكتظاظ هذا ناتج عن قلة البنى التحتية، تعرض السجون في فترة من الفترات إلى عمليات إرهابية، إضافة إلى أنه تنظيم داعش الإرهابي ومقارعة الإرهاب حالت دون إنشاء سجون وبنى تحتية للأقسام الإصلاحية. استعانت وزارة العدل بالعديد من المواقع العسكرية وعملت على تحصينها وتأهيلها بسبب قلة التخصيصات المالية، بسبب التحديات التي واجهها العراقيون بسبب التجربة الديمقراطية. لذلك بقيت هذه الأقسام الإصلاحية تعاني من نقص في البنى التحتية. بس الأقسام الإصلاحية لو السجون بشكل عام؟ احنا نطلق على السجون هي الأقسام الإصلاحية، نحن نطلق على كل سجن قسم إصلاحي انطلاقا من مبدأ أن السجن إصلاح وتأهيل. حقيقة منذ تولي السيد وزير العدل الدكتور خالد شواني وضعت وزارة العدل خطة استراتيجية مدروسة مستمدة من البرنامج الحكومي لدولة رئيس الوزراء السيد محمد الشاع السوداني، بضرورة أن تكون هنالك أقسام إصلاحية في عموم المحافظات تتحلى بالمعايير حقوق الإنسان وتقدم الخدمات اللازمة التي يراعى من خلالها حقوق الإنسان لكل نزيل داخل القسم الإصلاحي. لدينا في وزارة العدل أكثر من 27 قسم إصلاحي، ومن ضمنها أيضا أقسام صحية لتلقي العلاج والحالات الطارئة عندما يعاني النزيل من وعكة صحية أو غيرها. هنالك أكثر من 3 أقسام إصلاحية صحية يوجد فيها النزلاء، ولدينا 27 قسم إصلاحي في عموم المحافظات. طيب أستاذ أحمد، يعني من خلال متابعتي لموضوع حلقة اليوم والملف الثاني في الحصاد، ما تتفضل به بعيد عن الواقع، لأنه اليوم يقول لك الوضع الصحي داخل السجون يعني مربك جدا، ضعيف جدا، وفي بعض الأحيان قاتل جدا، يعني اللي يتمرض بالسجن ما يقدر يأخذ علاج حتى. لفة الفلافل أنا حسب ما سمعت وأريد الجواب من حضرتك تباع في السجن في أكثر من 5000 دينار عراقي. الحالة جدا 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 سيئة وبعيدة كل البعد عن حقوق الإنسان. بالإضافة أكو بعض النزلاء يعاملون وكأنهم ملوك داخل السجون، شنو صحة هذه المعلومة؟ هذه المعلومات أولا إحنا من البداية انطلاقا من كلام السيد الوزير وإحنا أيضا كناطقين باسم وزارة العدل نؤكد عليه بضرورة أن يتحلى الإعلام بمهنية عالية. نحن لا ننكر أن هنالك سلبيات، لكن يجب أن لا ننظر بعين واحدة إلى هذه السلبيات. كما توجد هنالك سلبيات توجد هنالك إيجابيات. على سبيل المثال الشيء الذي ذكرتيه حضرتك لفة فلافل، نحن في الأقسام الإصلاحية لا يمكن أن تباع هكذا أشياء داخل الحوانيت، تباع أشياء جافة، أشياء ممكن أن تكون بها تاريخ صلاحية وغيرها، لا يمكن أن نجازب بحياة النزلاء بهذه الطريقة. لكن في الحكومات السابقة إحنا شفنا كانت حالة السجين والوجبات اللي تقدم للسجناء سيئة جدا أستاذ أحمد. سابقا لا ننكر أن هنالك كانت يعني نوعيات قد تكون رديئة، أسعار قد تكون غير مناسبة، لكن منذ تشكيل الحكومة برئاسة السيد السوداني واستلام السيد وزير العدل وزارة العدل اختلف الوضع كثيرا. هنالك جولات لهيئة النزاهة، هنالك لحقوق الإنسان البرلمانية للمنظمات الدولية تواكب ما نقوم به من عمليات إصلاح داخل الأقسام السجنية. لدينا من حيث الإطعام، من حيث ما تقدر السيطرة عليهم أستاذ أحمد، لا الوزارة ولا الدولة تقدر السيطرة، لأنه أعداد السجناء 3 أضعاف ما يستوعب السجون العراقية. هذا التحدي الكبير اللي يواجه وزارة العدل وهو الاكتظاظ. إحنا كخطة وضعناها وسعنا الأقسام الإصلاحية في ما ممكن أن يوسع. هنالك أقسام إصلاحية لدينا فيها مساحات، لدينا فيها بنايات تحتاج إلى تأهيل، قمنا بتأهيلها لكي تستوعب الأعداد المتزايدة من النزلاء. ليش ما تبدون مدن إصلاحية؟ أنا سأأتي إلى هذا الموضوع. التحدي المهم الذي يواجهه
الوزارة هو عندما نطلق 1000 أو 2000 أو 7000 أو 8000 بشهر معين أو بشهرين معينة من النزلاء تأتينا أضعاف هذا العدد داخل الأقسام الإصلاحية، لذلك تبقى حالة الاكتظاظ ما لم نوسع أقسامنا الإصلاحية. أنت عندك الآن أستاذ أحمد، نعم، بس حتى عند هذه النقطة أنت عندك معدومين محكومين بالإعدام من سنوات، ليش لحد الآن الدولة تخسر عليهم فلوس وتنطيهم وجبات طعام وعناية هو أصلا محكوم بالإعدام؟ أنا معك، إحنا كوزارة عدل نحن جهة إيداع. زين، جهة الإيداع هذه عندما يأتي الشخص المحكوم بالإعدام يجب أن يكون لديه حكما قضائيا مكتسبا للدرجة القطعية غير قابل للتمييز، وأن يأتي مرسوم جمهوري بتوقيع السيد رئيس الجمهورية لتنفيذ الحكم. حقيقة كل المراسيم التي تأتينا إما فيها يعني الأحكام فيها تمييز للنزيل المحكوم بالإعدام أو لم يردنا مرسوم جمهوري لغرض تنفيذ الأحكام. كم عدد المحكومين بالإعدام في السجون؟ حقيقة هذا الكثير، لكن هذا الجانب في جنبة أمنية ما ممكن أن أصرح بها، لكن إحنا عندنا عموم النزلاء داخل أقسامنا الإصلاحية من 60 إلى 65 ألف، تنقسم أحكامهم بين الإرهاب وبين الأحكام الجنائية، متوزعين في الأقسام الإصلاحية في بغداد والناصرية والنجف وبابل و الديوانية والسماوة. أيضا لدينا أقسام إصلاحية للفتيان الصغار الذين هم دون سن التكليف اللي لم يبلغ سن ال 18 سنة. لدينا مدارس تأهيلية، لدينا مدارس إصلاح، ولدينا أقسام إيواء في بغداد ونينوى وحاليا في البصرة. النزيل إيش قد يكلف الدولة العراقية باليوم؟ إيش قد مصروف مثلا المحكوم بالإعدام؟ إيش قد يخسر الدولة؟ يعني هذه معايير دولية، العراق يراعي المعايير الدولية، لأن تعرفين حضرتك أي تقصير من الحكومة العراقية تجاه ما تقوم به الجهات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان التي تعنى بحقوق النزلاء وغيرها تعرض البلد إلى عقوبات وتعرضنا إلى مساءلات. أتفق معك في هذا النقطة. نحن يعني أشيع بأن هنالك تكلف وجبة النزيل على سبيل المثال 30 أو 40 ألف، وهذا الكلام مو صحيح، يعني تتراوح ما بين 8 إلى 9 آلاف باليوم لثلاث وجبات. وحقيقة إحنا الوجبات في السيد وزير العدل وجه خلال الجولات الميدانية إلى الأقسام الإصلاحية بأن تكون هنالك مطابخ مركزية داخل الأقسام الإصلاحية بعد توسعتها وبعد الجولات الميدانية التي قمنا بها إلى المحافظات لغرض افتتاح أقسام إصلاحية ومدن إصلاحية بالتنسيق مع المحافظين من خلال الجولات الميدانية حسب توجيه دولة رئيس الوزراء. وفي زيارتنا إلى البصرة اتفقنا على أن تكون هنالك مدينة إصلاحية متكاملة في البصرة مساحتها أكثر من 200 دونم، فيها قسم إصلاحي. طيب، وفيها مركز تأهيل، وفيها مركز صحي، وفيها محكمة لغرض القضاء على عملية الروتين التي يعاني منها النزيل أحيانا عندما دخوله إلى الأقسام الإصلاحية أو عند إطلاق سراح. زين، أريد أسأل حضرتك، فقط العراق يملك عدد محكومين بالإعدام ولم ينفذ فيهم الحكم بالأعداد اللي حضرتك ذكرها؟ يعني في بداية الحديث قلت لي السجن إصلاح. نحن ننفذ، لم نقل أننا لا ننفذ، نفذنا الكثير من الأحكام، لكن استنادا إلى أحكام قضائية ومراسيم جمهورية. أما الشخص اللي عندما لا يرد إلى ذيه مرسوم جمهوري أو حكم قضائي لا يمكن أن نفذ. وهي هنا المشكلة، حضرتك في بداية الحديث قلت لي السجن إصلاح. نعم. اليوم المواطن يختلف وياك، اليوم رئيس الشارع يقول لك لا، هذا يدخل في تهمة بسيطة داخل السجن ويدرب ويعلم على أمهر القتلة أو الإرهابيين داخل السجن. شلون يعني؟ يعني يخرج محترف بعد ما يخرج هذا متعلم من السجن كل شيء. ابدا هذا الكلام مو صحيح. ليش اقول لحضرتك وانا من خلال منبر قناة الايام اتمنى ان يكون هنالك اعلام منصف، اعلام يساهم بعملية الاصلاح، لا ذلك الاعلام الذي يصور للعالم ان السجن هو بؤرة للقتلة وبؤرة المجرمين. زوروا الأقسام الإصلاحية، وأنا أدعو قناتكم إلى جولة ميدانية في كل أقسامنا الإصلاحية سواء كانت في البصرة أو الناصرية. لدينا حاليا طلبة
حققوا المراتب الأولى في تكنولوجيا المعلومات. لدينا ورش السيد وزير العدل، لو حضرتكم زرتوا في يوم ما كادركم، وأنا أدعو كادركم أن يطلع على أثاث مكتبه. نعم. كل من الأقسام الإصلاحية، المكتب، الميز، الطبلات، كلها ودرجة أولى يضاهي المناشي العالمية. هنالك ورش للخياطة، ورش للنجارة، الكثير من النزلاء هنالك متابعة، هنالك حتى عند خروجهم هنالك متابعة لهم لغرض دمجهم مجتمعيا. أغلب الذين يخرجون من الأقسام الإصلاحية يحملون مهنة، هنالك إرشاد ديني، هنالك باحث يعني اجتماعي. إصلاح من مجرم إلى شخص قويم وسوي في المجتمع. أكيد أكيد. أنا طبعا أشكر حضرتك جدا على هذا التوضيح، لأنه مثل ما تعرف دائما يكون أكو لبس في الشارع. أكيد. العراقي، وأنا دوري أن أنقل لك يعني وجهة النظر وأسمع وجهة نظر حضرتك. نعم. البعض يشكل أيضا على وجود بعض الشخصيات داخل السجن من ذوي النفوذ، يعني عنده فلوس هواية، يعامل معاملة VIP داخل السجن، كل شيء اللي يريده. نعم. فلوس، تلفزيون، موبايل، والعفو أنا أعتذر للقول، حتى نساء يدخلوا له للسجن. شنو صحة هذا الموضوع؟ أولا أنا أبدي من الأخير، هاي مال النساء، هذا تطبيل لقنوات التي هي ضد الدولة العراقية وضد العملية السياسية كلها. نعم. ماكو، احنا اولا مجتمع محافظ، مجتمع اخلاقي. في انت حاليا جربي كجهه اعلاميه تدخلي الى قسم اصلاحي، اقصى درجات التفتيش تمارس حفاظا على الامن الداخلي داخل الاقسام الاصلاحيه، ولا يمكن ان نسمح بهذا الشيء. قد تكون هنالك حالات مثل ما تفضلتي بها، عالجناها من خلال الجولات الميدانية، ومن خلال نصبنا لكاميرات مراقبة، ومن خلال مراكز استخبارية داخل الأقسام الإصلاحية، ولا يوجد مثل ما تفضلت به الآن الشخصيات VIP أو من كان له أشياء ومميزات تختلف عن الآخرين. لا. الآن الكل سواسية، ولا يوجد أي ميزة لأي أحد. قد تكون هنالك حالات من بعض ضعاف النفوس، أحن الكثير منهم من مدراء أقسام إلى موظفين إلى حراس إصلاحيين، أحن الكثير منهم إلى النزاهة. طيب. ونالوا جزاءهم العادل. الدولة مخصصت لكم ميزانية لإنشاء المدن الإصلاحية اليوم؟ حقيقة هو واحد من الأسباب الرئيسية، لم تكن هنالك تخصيصات. الآن من صندوق تنمية الأقاليم وتنمية المدن، الكثير من المحافظين تعاونوا معنا بتخصيص قطع أراضي للمدن الإصلاحية والمساهمة أيضا بالبناء معنا. وحقيقة لمسنا تعاون كبير من السادة المحافظين، لأنه السجن مثل ما قلت لحضرتك عندما يبنى بمواصفات عالمية يصبح نقطة إشعاع ونقطة تحول حتى في حياة النزيل، أيضا يصبح نقطة تجارية مهمة داخل المدينة وداخل أسواقها. لذلك السادة المحافظين حريصين على أن تكون هنالك مدن إصلاحية من خلال جولاتنا الميدانية لهم، اتفقنا على إنشائها من خلال صناديق التنمية لهذه المحافظات، ومن خلال ميزانية وزارة العدل التي أيضا خصصت في هذا الجانب. شكرا جزيلا الأستاذ أحمد العيب المتحدث باسم وزارة العدل، نورتنا في حلقة اليوم. شكرا جزيلا وحياك الله، وفقكم لكل خير إن شاء الله. شكرا جزيلا لحضرتك ولكل مشاهدين. الله يسلمك. قبل لا ننتقل للموجز المحلي، خلونا نشوف أبرز ما جاء في منصة إكس حول القصف التركي على شمال العراق، لنتابع.
والآن إلى الموجز الخبري. رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والسفير البحريني يبحثان إمكانية فتح خطوط جوية ناقلة جديدة بين المنامة وعدد من المدن العراقية الأخرى. رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد يؤكد بذكرى تحرير الموصل أن فتوى المرجعية الدينية أفرزت تلك الملحمة الكبيرة. وزارة الهجرة والمهجرين تعلن إغلاق مخيم آشتي في السليمانية وبشكل نهائي. الصحة توجه إنذارا لأصحاب المحال الغذائية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يعرض المواد على الأرصفة وتحت أشعة الشمس. وزير الداخلية يتفقد مع نظيره الإيراني المنافذ الحدودية للإطلاع على الاستعدادات الجارية لتأمين زيارة العاشر من محرم الحرام. الحصاد انتهى، شكرا على كرم المتابعة وفي أمان الله.